كده احلى. انا اول ما شفت الشقه ضلمه قلت اكيد انت مشيت. ودي معقوله بامشي واسيبك في الشقه اللي هو دي لوحدك؟ ده حتى تبقى قله ذوق. سلام. بس شكل البليه كده لعبت معاكي والكيكه طلعت في العالي قوي قوي قوي. قصدك على الشقه يعني؟ وهي دي شقه، دي قصر. البركه يا اخويا في عنتر بيه، هو اللي قببني على وش الدنيا وخلاني اشم نفسي احسن من البدرون الزباله اللي كنا مرصوصين فيه كده زي علبه السردين. هي من ناحيه احسن فهي احسن يا احلى دندن فيك يا مصر. طب بقول لك ايه يا بيبي؟ مش عايز تتفرج على الشقه؟ ايه اللي عايز؟ ده انا مستني اللحظه دي من الصبح. يا اسمر انت جميل. طب تعال. ايه رايك؟ عجبتك؟ قوي. هي حلوه قوي. بس يعني انا شايف ان هي محتاجه تتظبط. وماله؟ هتيجي نظبطها. يلا. يا زين انت هتفضل قاعد هنا؟ ده الفجر قرب يطلع. مش هتخش تنام؟ استنى حرب يا بركه. هو يتأخر؟ الله اعلم. طب انا مش قادر افتح عيني وعايز انام. خش نام انت بركه. ماشي. طب وانت؟ انا هحصلك بعد شويه. طب تصبح على خير. انت من اهل حبيبي. ورحمة امك يا شيخ. والعشرة اللي ما بيننا. لو احتجتي حاجة أو احتجتي حد تفضفضي معاه أنا موجود. ربنا ما يحرمني منك يا زين. يا ابن الأشقر. تصبح على خير بقى. مش تقول كده من الأول يا سي حربي؟ جاي لي مصلحة يعني. انت عارفة الدنيا لو سمعت الكلام ده من أي حد غيرك ما كنتش أزعل، والله ما كنت أزعل. لكن منك أنتِ أزعل، وأزعل قوي كمان. إحنا متربيين مع بعض وبنعيش وملح سوا. اقصى عليك يا دنيا. عيب. عيب لما تقولي لي إن أنا ما جبتكيش غير علشان مصلحتي، عيب. حلم ما كنتش عارفاني يا دنيا. اقصى عليك، اقصى. جري يا حربي، في إيه؟ أنت هتقلبها حكاية وزعلة؟ ولا حكاية. ولا زعلة ولا أي حاجة. امسك البتاعة دي. إيه ده؟ انسي الكلام اللي أنا قلت لك عليه ده خالص، بس يكون في علمك بقى أنا ما جيتلكيش غير عشانك وحشتيني وعشان عايز أشوفك وإني بعزك أوي 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 أوي. ماشي؟ وحكاية بقى سي عنتر دي جت كده، البتاعة دي بتتلبس إزاي؟ حكاية سي عنتر دي جت كده يعني إيه؟ وسط الكلام اللي أنا بتكلمه معاكي. بس زي ما قلت لك انسي خالص إن أنا قلت لك أي حاجة وخلينا اصحاب احسن. ماشي؟ ايه ده؟ حرب استنى! استنى يا حرب! اوف! خلاص بقى يا حربي، ما تتقمصش وتعملهم عليا، ما كانتش كلمة يعني اللي أنا قلتها. يا ست أنا مش زعلان ولا حاجة، أنا بس يعني واخد على خاطري شوية. أنا بقى ما يخلصنيش إنك تاخد على خاطرك. يا بنت بس بقى بغير الله. وين بتغير إيه؟ أيوة كده فكها أمام. بص أنا بكرة إن شاء الله هتكلم مع عنتر في الموضوع وبإذن الله يوافق. وإيه اللي يخليه بس ما يوافقش؟ أنت مش بتقولي إنه يتمنى منك الرضا؟ ما أنا عمري ما اتكلمت معاه قبل كده في موضوع شغل. أوه ده شغل يا حسرة، ده ولا حاجة بالنسبة لمقاول كبير زي عنتر ده. وبعدين دي شوية خردة مكلفات العمارات اللي بيبنيها هناخدها ونريحه منها خالص، وأي ما يطلب إحنا سدادين. إلا بقى لو كنت مكسوفة ولا محرجة تكلميه في حاجة، لا يبقى بلاش يا دنيا يعني بلاش. بلاش؟ بلاش إيه يا ولا؟ ده أنت أغلى حاجة عندي في الدنيا دي كلها. ده احنا سطر وغطى على بعض يا حربي، ولو انا ما وقفتش جنبك مين اللي هيقف جنبك؟ بس اعتبر الموضوع خلاص خلص. انا هتكلم معاه وباذن الله هيوافق وهتعمل احلى شغل معاه وهتطلع فوق 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 فوق. بحبك يا بنت دوريا. بحبك بحبك بحبك. يا مجنون. وكيكة على عالي يا بشر. هو الواد حربي ما رجعش من ليلة امبارح ليه؟
وغايب حجته معاه. ايوه هيكون راح فين يعني؟ وبعدين العربية معاه، احنا مش هنلقط رزقنا النهاردة ولا ايه؟ ولا بركة. انت ما لمحتش البنت دعاء وهي خارجة الشغل النهاردة؟ دعاء؟ لا ما لمحتهاش. لا ليه؟ كيمو باشا بقول لك ايه؟ امرني. ما لمحتش دعاء وهي خارجة الصبح بدري؟ دعاء؟ لا دعاء ما خرجتش النهاردة. ما خرجتش؟ اه. تعرفش ليه؟ ايه ده؟ الشاي بارد، جيب لكم غيره ولا ايه؟ ايه تصدق كيمو اهي، بس يكون تقيل وعلى نار هادية. وعندك واحد تقيل على نار هادية للشباب المتوترة. الو السلام عليكم، ممكن اكلم انسة ماجدة؟ دي واحدة ماجدة. انسة ماجدة؟ ايوه. تليفون عشاني. الو ايوه ماجدة انا دعاء. ايوه يا دعاء، ايه اللي انت يا حبيبتي امبارح ده يا بنتي؟ ده الراجل حالف 60 يمين لا يوديكي في داهيه. ده قليل الادب وما شافش ريحه التربيه. ها وبعدين عايزه ايه؟ انا بس كنت عايزه الطقم بتاعي اللي نسيته هناك وكمان المرتب، فلو ممكن يعني يا ماجدة. انا يا اختي ماليش دعوه بالكلام ده، كفايه اللي حصل امبارح. انا كل بس اللي عايزاه منك. بقول لك ايه يا دعاء، مشاكلك يا حبيبتي حليها لوحدك وما تدخلينيش في حاجه. اوكي سلام يا قطه. يا زين راح فين يا زين؟ في حاجه يا زين؟ لا مفيش حاجه، كنت عايز اطمن عليكي بس. انا كويس. امال ما رحتيش الشغل النهارده ليه؟ بقولك يا زين خليك في حالك والنبي بس وسيبني في حالي. ها ايه بنت في ايه؟ قلت لك مفيش حاجه يا زين انا كويس. انت هتعمليهم عليا ولا ايه؟ اللي ما شوفش من الغربال يبقى اعمى، وعايز الجليل لما هسيبك تمشي لما اعرف ايه اللي حصل. مخنوقه يا زين، مخنوقه قوي، والدنيا ضاقت بيا مش عارفه اروح فين ولا اجيب مين. ايه ده؟ طب ايه دي؟ طيب ايه بالراحه قولي لي ايه اللي حصل؟ ما تلاقيش يا بنت الناس، اللي بيني وبينك هيفضل بيني وبينك. قولي. اصلا انا سبت شغلي امبارح. رفضوكي؟ لا. امال ايه؟ مدير الكافيتيريا حاول ابن الكلب. مديده عليكي؟ لا ملحقش، ده انا مسكتلوش، ده انا ضربته وكوهته على الارض وبعزقت كرامته في الارض. جدع بنت بميت راجل. بس المشكله ان انا سبت لبسي كله هناك، وكمان مرتب الشهر اللي فات ما قبضتوش. وكلمت البنت ماجده صاحبتي من شويه، قلت لها ماجده ساعديني، قالت لي الراجل مستحلف لك لو دخلتي الكافيتيريا هتبقى وقعتك مطينه. يعني ايه يعني؟ عايز اضرب وقف على الفلوس وعلى الهدوم كمان؟ الظاهر كده. المشكله مش موضوع الشغل لوحده، مرات ابويا يزن مش عاتقاني، فطلع من نازله مقطماني ومسممه جدتي بكلامها، وعايزه تتجوزني بالعافيه عشان تخلص مني. ايه؟ عايزه تتجوزك مين يعني؟ تتجوزني النتن اللي اسمه قبضايا. قبضايا؟ ايه قبضايا ازاي؟ ده انا اقتله، ده انا اكله باسناني. ايه اللي قبضايا يعني؟ انا قصدي يعني انه يعني انت كويسه يا دعاء، كويسه. تستاهلي حد احسن من المعفن ده 100 مره. 100 مره ايه؟ قولي مليون. الله يخليك يا زين، دايما كده جابر بخاطري والله. على النعمه، ما هو جبر خواطر. المهم اديني عنوان الكافيتيريا اللي انت كنت شغاله فيها واسم الراجل اللي عايز يضرب على فلوسك ده. ليه يا زين؟ انت ناوي تعمل ايه؟ كل خير ان شاء الله. زين اوعى عايزين تكون ناوي تعمل حاجه كده ولا كده يا زين، تفضحني بيها؟ ترضى لي الفضيحه يا زين؟ معاش ولا كان اللي يفضحك. قولي بقى العنوان واسم الراجل. قولي بقى ما تخافيش. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا. يا سلام، احلى افطار من احلى دندن فيك يا مصر. يا واد يا واد بطل محلسه. قول حق بقى، بتمحلس اليومين دول؟ ما ياكلش الكلام ده، بسمع منه كتير قوي في الكباريه. بس ما بتسمعوش من حربي اللي لاي اي ولا زي اللي في القلب واحد بس يا حربي. مين يا بت؟ اللي لاي اي ولا زي اوه احبك يا اصبر انت جميل.
يلا استأذن بقى. ايه ده؟ رايح على فين؟ زمان الواد زين وبركة مستنيني من الصبح. طيب هترجع تاني؟ طبعا ده كلام، بس انا بقى هكلمك بكرة الصبح اشوفك عملت ايه في موضوع عن تربية. اعتبرها مقضية. والنبي الاستاذ فتوح على ايه فين؟ اسال في الكاونتر. الف شكر. الاستاذ فتوح مكتبه في اخر الطرق. هاتي حته يا بنت، هاتي بوسه يا بنت. مزاجك عالي قوي النهارده يا توح. ايه موجوده البنات الحلوه الكليه والشباب؟ جامدان يا بنت انت. ايه في ايه؟ في ايه؟ طبعا اذنك يا استاذ فتوح. روح يا اختي. في ايه؟ في ايه؟ انت مين يا جدع انت وعايز ايه بالظبط؟ بقول لك ايه؟ انا ما اقبلش التهديد ولا قله الادب. لو قربت مني هندهلك عمال الكافيتيريا يشيلوك يرموك في الشارع. لو قربت خطوه تانيه او لمستني هطلب لك البوليس. هو في ايه بالظبط؟ دعاء. مالها دعاء؟ لما مشيت امبارح سابت هدومها. هدومها؟ هي فين؟ حضرتك هناك، هناك في كيس البلاستيك الاسود اللي على الكرسي اللي جنب الكنبه هناك دي. المرتب. مرتب ايه؟ هو حضرتك تقرب لها؟ ما يخصكش. المرتب. بس خلي بالك هي مخصوم منها 8 ايام. وبعدين بقى هتقرفني معاك ولا ايه؟ خلاص حاضر. انا عايز منك 350 جنيه ما يقلوش مليم. حاضر حقها. حاضر حاضر اتفضل معاك. خد اللي انت عايزه. خد خد خد. تشكر يا باشا. معقول يا باشا؟ طب ما تخلي خلي. طيب بص يا عم الامور، انا الايام اللي قضيتها في السجن اكتر من الايام اللي قضيتها براه، واصحابي اللي في السجن ايوه اكتر بكتير قوي من اصحابي اللي براه، واحمد ربك انها عدت على كده. بس وديني وما اعمل وايمانات المسلمين، لو فكرت حتى تهوب من دعاء هكون واخد عمر. حاضر يا باشا. مش فاهمني؟ حاضر. مش هعمل كده تاني. خلاص حرمت يا باشا، حرمت يا باشا. خلاص يا باشا، خلاص خلاص يا باشا. وبطل الحركات الوسخه اللي بتعملها مع بنات الكافيتيريا دي، خلي ربنا يفتحها في وشك بقى. سلام. عم رزق. خير يا حرب يا ابني؟ العربية ما بتتش في الموقف امبارح ليه؟ معلش يا عم رزق، كان عندي مصلحة كده بقضيها خدت مني طول الليل. ربنا يوفقك يا ابني. ربنا يكرمك. بقول لك ايه؟ عايزك تغسلها كده وتروقها وتخليها لي عروسة في ليلة الدخلة. وهتزفها على مين ان شاء الله؟ صاحب النصيب بقى عم رزق. ماشي يا ابني. الله يستر طريقك يا ابني حربي. ايه يا عم؟ كنت فين ليلة امبارح؟ كنت بكسر المولة. بكسر القلة. بقول لك ايه؟ الواد زين فين؟ معرفش، راح مشوار ومش هيتأخر. مالكش مشوار ايه؟ لا انا وانت كنت قلت لما هو هيقول. اهو يا عم جه اهو. هو راح على فين كده؟ تلاقيه عند عم نوفل. عم نوفل؟ يا حنين. يا نعم. صباح الخير يا ست عطيات. اهلا. هو عم نوفل موجود؟ عايزه في ايه؟ يا ابني انا اصل كنت انا يعني مين يا عطيات؟ ده زين يا سينوفل. خليه يدخل. تعالى يا زين يا ابني تعالى. خش. تسلمي. اهلا اهلا يا زين. ايه يا ابني؟ بقالنا مدة ما شفناكش. معلش بقى عم نوفل، مشاغل والله، انت عارف الدنيا تلاهي.
خير خير يا زين؟ خير ان شاء الله. انا كنت معدي قلت اطمن واسلم ويعني. اهلا وسهلا يا زين. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. الله، ايه العباره؟ هو ايه الموضوع؟ لا مفيش حاجه، انا بس بعد اذنك انا عم نوفل كنت عايز دعاء في كلمتين. طيب ما هي قدامك اهي. لا هكلمها بس كلمتين بيني وبينها كده يعني، ده بعد اذنك طبعا. يا حلولي كلمتين بينك وبينها؟ ده في اسرار بقى. ايه يا دودو ايه الموضوع يا روحي؟ بعد اذنك يابا تعالى يا زين بره. شفت المقروسه خدت الواد من ايده وخرجت ولا كانك قاعد ابوها ونايم على ودانه. ما تقول حاجه يا نوفل. الله، ما يمكن عايز يستلف منها قرشين. يستلف كمان؟ هي ناقصه. قوم ما تقعدش زي البروطه، لا بتهش ولا بتنش يا برودك. انا مش عارفه اقول لك يا زين على وقفتك معايا دي. ما تقوليش حاجه. ايه هو احنا غرب عن بعض ولا ايه يا بت؟ ربنا يقدرني على الرد جميلك ده يا زين. برضه جمايل؟ في بينا جمايل احنا؟ ما انا عارفه ان احنا اكتر من الاخوات. اخوات؟ ماشي يا ست، نمشيها مرة دي اخوات. بس خدي بالك من نفسك. ليلي صحيح هتعملي ايه بعد ما سبت الشغل؟ حسبها على الله، محدش بيموت من الجوع، وان شاء الله ربنا يرزقني بشغل احسن منه 100 مرة. انا بجد زي مش عارفه اقول لك ايه. كتر خيرك وربنا ما يحرمني منك ابدا. فاتك بعافيه بقى. الله يعافيك يا دعاء. عم زين كنت فين كل ده؟ لا ابدا، كنت في مشوار يعني كده، مهمة انسانية. يا سلام، تصدق قطعت لي قلبي. ويا ترى بقى المهمة دي ليها علاقة بعمي نوفل وبنت عمي نوفل؟ يعني مش قلت لك حنين؟ ولا كيمو، فين الشاي بتاعي؟ ياض جاهز ومتظبط ومستني الشريبة. لو لا ده كيمو عمي، ملقاش عندك عدة محمول متكمرة؟ انت تؤمر يا عمان. بس بقول لك ايه، عايز افابه رخيص، حاجة يعني تمشي الحال وخلاص، بس أهم حاجة تكون شغالة ويكون معاها خط كمان. اعتبره حصل. أيوة جاي. هو إيه النظام؟ مش هنلقط رزقنا ولا النهاردة هنبلط في الخط؟ لا يابا، النهاردة كونجية، وبكرة بقى ربنا يسهل ونعمل شغل على تقيل قوي. شغل إيه؟ اصبر على رزقك تنول يا زين. هخلع انا بقى 5 دقايق كده للمعلمه انشراح، اخلص معاها مصلحه على السخان وارد على طول. مقضيه باذن الله. ها زين، رجعت ده من ساعه ما خرج من السجن وحاله بتشقلب. اه والله يا بركه، بتشقلب على الاخر. جرياس يا حربي، يعني جاي رجل ورا ورجل قدام. اللي يشوفك رايح يفتكرك جاي. ما هي الدنيا كده يا معلم ابو ضايع، يوم ليك ويوم عليك. باذن الله ايامك كلها عليك. وببركه دعاك هتبقى عليا وعليك يا معلم. باذن حبيبي. اذنك معاك يا عنك يا معلم. عنك ايه يا ودي حربي؟ انت ما نزلتش الشغل النهارده ولا ايه؟ اصل بصراحه معلمه الشغل اللي كنا بنعمله معاكي ده ما عادش جايب همه. اه ليك مزاج بقى تسيب شغل الخرده معايا. بالعكس يا معلمه، ده احنا رجالتك وما نقدرش نستغنى عنك ابدا، بس الغرض يعني ان احنا نعمل معاكي شغل على كبير شويه. كبير؟ اه كبير يا ابو كبير. اوعى يا واد تكون خارج من السجن وعقلك وزك انك تعمل نصبايا، ما تختارش غيري ده القبله، القبله بتاعت المنطقه دي كلها، وست ستات الحته واجدع معلمه فيك يا مصر، ومحدش يقدر يدوسلك على طرف كمان.
قصر عايز تقول ايه؟ غرض يعني ان انا عايز منك كلمه لما اجيب لك شغل كبير فل الفل ولغايه هنا انك تشتريه مننا يعني بما يرضي الله بالغير معلم ابضايا ما يكفيش بالارض زي ما بيعمل كل مره. هو انت يا ابني مش جبت لي شغل قبل كده وانا رضيتك؟ حصل يا معلمه بس الغرض انه يمشي كده على طول. ماشي روح اسرح النهارده وهات لي بضاعه فل الفل وحراضيك. خلينا وراك لغايه ما نشوف اخرتها. المايه تكدب الغطاس. طب يلا اتكل على الله ولما نشوف. ايدك بقى على ميايه. بأمرت ايه؟ اصطباح علينا بالعربية وبيقسموهم مني. ما هوش معقول يعني معلمة واحد طويل عريض زيي هينصب عليك في 100 جنيه. لما نشوف اخرتها والمية تكدب الغطاس 100 جنيه ايه؟ معاش ولا كان اللي يكذب عليك يا معلمة. وبكرة تعرف ان حرب المهدي قد كلمته. بالاذن بقى. سلامة يا بضايا. غلط اكبر غلط يا برنسيسة. شكله كده بياكل بعقل الكنافة بايتة. انا ليا نظرة في الرجالة ونظرتي ما بتخبش ابدا. ونظرتي بتقول ان الواد ده دماغه نظيفة وحيشتغل ويجيب بضاعة كويسة. نظرتك هتخيب يا برنسيسة. دول عيال هتي ما يجيش من وراهم غير النوش والسك العفش. انت بتكرههم ومش نازلين لك من زور ومش طايقهم بس العيال دي هتنفعنا قوي. وقلت لك بقى بطل قلق وما تقلقناش. وقلت قبل كده كتير المصلحه ما بتحبش القلق. كان عايز منك ايه ابن الاشقر ده؟ ابدا ده كان جايب لي الهدوم اللي نسيتها في الكافيتيريا. والله وريني. ما ادكيش فلوس يا بنت؟ ما ادانيش حاجه. يا حلولي يعني انت معشفره؟ صدقي على الاخر. لا بصي يا اختي الحال ده ما يلزمنيش. حكايه انك تقعدي في البيت من غير لا شغله ولا مشغله ماليش دعوه. ما تلزمنيش. انا هشيع ابوكي من نجمه على المعلم ابضايا يعجل بالجوازه وخير البر عاجله. بر؟ انهي بر ده ان شاء الله اللي يخلينا اتجوز واحد زي ابضايا البلطجي المعفن ده؟ بر ايه اللي انت بتتكلمي عنه؟ يا بنت بدل قعدتك من غير لا شغله ولا مشغاله اهو يدينا قرشين ينفعونا في الزمن الاخبر ده. قولي كده بقى. انت همك كله على الفلوس. لكن بني ادمه زي تدفن بالحياه مع بني ادم معفن جربوع زي ده ولا فرق معاكي في حاجه طبعا. ابضايا معفن يا اختي تطولي. ده ابضايا طول بعرض جدع جتة. طب ما دام هو جتة كده ما اتجوزتهوش انت ليه؟ يا قليلة الادب خرسي. انت مالكيش ضرب عليا يا ست. انت فاهمه يا ولية علشان انا معفنه. انا علشان ايه يا بنت الكلب يا معفنه؟ انا ابويا مش كلب. اديني سايبها لك مخدره اشبعي بيه. تعالي هنا يا بنت. تعالي هنا. هو في ايه؟ هو في ايه؟ ما شفتش عمايل المفعوصه بنتك؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان بنتك زقتني وضربتني كمان. عايزه تقعد في البيت هي يعني مستتته واحنا نخبط راسنا في الحيط. بقول لك ايه؟ ده لعب بنتك ده ما يمشيش عليا. انا الحال ده ما يلزمنيش. وهي ده اللي انا رايحه لقبضاي ومتفقه معايا يتجوزها الاسبوع اللي جاي. دعاء في ايه؟ دعاء حصل ايه؟ دنيا ما لقيتش غير دنيا يا حربي. دنيا بتاع دنيا وسنين. دنيا مالها دنيا يا زين؟ يا ابني البنت دي ما تجيش من وراها اي مصلحه. دي من ساعه ما سابت الحته وهربتنا كلنا ورا ظهرها حتى ابوها. اقول لك على حاجه،
مرة رحت لها عشان مصلحة، رجعت من عندها وقفا يا قمر عيش. يا ابني انت بالنسبة لها ولا حاجة يا زين، لكن انا حاجة تانية. وانا هتعبر اللي خلفوك وبكرة تشوف. وبكرة مفيش اقرب منه. وبعدين زي ما قلت لك العطشان يكسر القلب، وانا كسرتها النهاردة، وبكرة بقى المية هتنزل وتغرقنا. عشم ابليس في الجنة يا اخوي. يا زين يا زين حبيبي بطل تشاؤم وتفائل عشان خاطري، والله بكرة تروق وتهلى وسيبها على البركة. يا حربي تنده؟ لا بركة نام انت حبيبي نام. حربي بينده على بركة تانية غيرك. قول يا رب بس انت يا بركة. يا رب. مش قلتلك والله بكرة تروق وتهلى. يتقطع لسانها وتتشك في قلبها الولية الحربية دي. والنبي انا مصدق عايزة اتجوزك للمعفن اللي اسمه أبضايا؟ ولا حكاية صاحب الكافيتيريا؟ إله يا رب تتفضح رمتك قادر يا كريم. شفت يا دنيا اللي بيحصل لي؟ أنا ما بقتش عارفة أتصرف إزاي. أنا اتبهدلت قوي يا دنيا ومش عارفة أعمل إيه بجد. سيبك منهم خلوهم يغروا كلهم. إله يا رب يناموا ما يصحوا، هي وهو وهو ها جمعاء. أنا اللي خايفة عليه أبويا. أنا خايفة أبضايا يأذيه. أبضايا ده نبو أزرق. نبو أزرق ده إيه؟ ياخدي ده كلامه بس، ده لو حد شخط فيه يجيب ورا ويسكت. فكرك كده يعني يا دنيا؟ انا عارفه يا اختي من وانا ايه نمنمه قد كده اهو، خيال مقات بيخوفوا بالعيال الصغيره. يعني انت رايك كده؟ رايي دلوقتي انك تقومي تغسلي وشك واديكي قميص نوم من عندي تلبسيه، تاكلي لقمه وتخشي تنامي لحد ما اروح اشوف شغلي واركه. خلاص واللي فيه الخير يا اختي ربنا يقدمه. اهلا اهلا يا رشوان. يا راجل عاش من شافك، انت مقاطعنا ولا ايه؟ وانا اقدر استغنى عنكم؟ انت عارف ان انا ماليش في الدوشه بتاعتكم ديت، ما اعرفش اقف في الزيطه والزنبليطه. كباريه بقى. اسمه نايت كلاب يا رشوان، نايت كلاب. قول يا رشوان، وايه اللي حصل بينك وبين الوليه دي اللي اسمها المعلمه انشراح؟ الله انت لحقت بقى تعرف. انت عارف مفيش حاجة تقرا في السوق انا لازم اعرفها. انا سمعتهم بيقولوا انها طردت رجالتك وهزقتهم، صحيح الكلام ده يا رشوان؟ دي وليه مجنونه وعايزه اقطع رقبتها. طب هو حنفي ما عرفش يتصرف معاها؟ حنفي كان ممكن يقفل لها الوكاله كلها ويوديها ورا الشمس. يقول لها بس عنتر اتصل بيا وقال لي ان في بضاعه جايه ما رضيتش اعمل شوشره. عاجل عاجل يا اخويا عاجل. خد كل سوداني فول. ايه الموضوع؟ عادل بيه اتصل بيا وقال ان الباشا الكبير هيتصل بينا النهارده الساعة 12 بالليل. الظرف فيه عملية كبيرة. طب جايبيني من الساعة 10 ليه؟ وحشتني يا أخي. وحشتنا. قلنا نقعد مع بعضينا. نتسلوا يعني. وأنا حجزت لكم أحلى ترابيزة على المست عادل. جراية عزام، ما أنت عارف إن أنا ماليش في جو الكباريهات ده. ليه؟ ماله الجو ده؟ ماله الجو ده؟ ثلاثة بالله العظيم، أنت مالك في الطيب نصيب؟ الطيب ده سيبناه لك أنت يا سعنتر. يعني إحنا هنفضل قاعدين بوزنا بوز بعض كده؟ إيه؟ نطلع على العوامة، نقعد شوية يعني نرتاح، إيه؟ وننبسط شوية يعني. وأنا أموت في الانبساط. وأنا موافق. بس على شرط. عزام، شوف لنا حاجة طرية يعني عشان وإحنا قاعدين، إيه؟ تبقى الدنيا طراوة يعني، طرية. قصدك دنيا؟ حبيبي يا عزام فاهمني انت والله والله العظيم انت اللي بينه حبيبي. Oh,
اخلع على 12 وين؟ طيب ايه؟ بقول لك سال اخلع على 12 ايه يلا بقول لك ايه يا حبيبتي؟ كفايه كده احنا النهارده تعبناك معانا جو قوي تعبك راح يا عنتر بيه رشوان بيه عجبك راسي ولا ايه؟ مش بطال مش بطال ايه يا عم انت؟ مش بطال ابدعت يا بنت الايه؟ ربنا يخليك ليا يا بابي يا قمر بقول لك ايه؟ اطلع على فوق ارتاحي وانا خمس دقايق وحصلك خمس دقايق طب عن اذنكم يا جماعه يا ابو يخرب بيت الحكايه دي مفيش فايده فيه هتفضل طول عمرك دنيا مش حالي يا اخي انك قبل كده متجوز ثلاثه ومطلقه يا رشوان يا رشوان فرق كبير جوي ما بين ايه الجواز والجوافه المستكاول المستكاول بزرها قليل يا راجل ساعة بقت 12 والباشا الكبير لسه ما اتصلش ما تديله رن عزام تجننت يا رشوان هو في حد مننا يجرم يتصل بالباشا الكبير بقول لك رنة رنيت خد خالي يما ايه ايه الو ايوه سعد الباشا ايوه يا فندم ايوه يا باشا لا عنتر وشوان موجودين معايا تحت امرك حاضر حاضر يا باشا هبلغهم لا اطمن سعادتك كل حاجة هتتم زي سعادتك ما أمرت بالظبط لا اطمن يا باشا أنا هبلغ عدلي بيه علشان يطمن سعادتك ألف سلامة يا باشا سلامة إيه الحكاية يا عزام؟ عملية جديدة؟ عملية كبيرة الباشا بيقول لكم تفتحوا عينيكوا ولازم تجهزوا لها كويس طب وإيه يعني؟ هي دي أول مرة نشتغل في عملية كبيرة؟ احنا طول عمرنا بنعمل عمليات كبيرة وبتنجح وبتخلص زي الحريق يا راجل الباشا عايز يطمن ان كل شيء تمام التمام مفيش حاجة مصلحة للكل يعني وبيتهيألي محدش يكره المصلحة مش كده ولا يا رشوان عموما انا جاهز ولما تعرف ميعاد العملية حد يكلمني وانا انفذ على طول طيب يلا بينا بقى ها يا الساعة دخلت على واحدة ايوه يلا يلا عم لا 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 يلا فين ما انت عارفني بحب القعده شويتين عشان الطراوه احب الطراوه سهره جميله حبيبي حبيبي عزام الله اخويا مع السلامه يا رشوان الجنينة بزق في حيضانه شجر المسترح جري يا توتي انت اتأخرت قوي كده ليه؟ انت قلت لي خمس دقايق بس معلش معلش يا جوافة يا جوافة باستكاوة بس عارف رشماني وعزام قلبوني راسي لكن انت لو يعني مشتاق جراد ها؟ انا مشتاق فداني بحاله استنى بس يا توتي انت مستعجل قوي كده ليه يا قمر استنى ايه اصل يعني كنت عايز اقولك على حاجه كده في الاول وده وقته ايوه هو ده وقته ولا انت بقى هتكسفني من اولها معاش ولا كان اللي يكسفك يا جوافة مستكاوي طلباتك كلها مجابه على عيني وراسي هو ده بقى العشم يا روح قلب الجوافة من جوع يعني ايه تفشت يا راجل يا شنيبه انت هي ما تفشتش يا معلم